في ظل ظروف غامضة، الجن يخطف فتاة نجران، الفتاة فاطمة البالغة من العمر 22 عام. تابعوا معنا التفاصيل بالفيديوهات. الفتاة تدعى فاطمة وتبلغ من العمر 22 عام وتعاني من أمراض نفسية. ووثق مقطع فيديو قيام عدد من الشباب بالبحث عن الفتاة وسط مزاعم بشأن قيام الجن باختطافها. ويقال ان الفتاة في الجنوب خطفها الجن، وتابع شهود عيان بانهم رأوا الفتاة تطير حيث تسير خطوة او خطوتين ثم تقطع مسافة لا يقطعها البشر. وتمنى البعض لفتاة نجران ان تعود لأهلها سالمة. شهود عيان رأوا ان بالفعل وكانوا مقتنعين بان الجن هو من خطف فتاة نجران. والبعض تضمنت تعليقاتهم عبارات للدعاء للفتاة لتعود الى اهلها سالمة غانمة. فيما أعرب مغردون عن اندهاشهم من ترويج فكرة اختطاف الجن للفتاة، مشيرين إلى أن ذلك يخالف العقل والمنطق. أما من جهة الشرطة السعودية فقامت بتكثيف البحث عن الفتاة لإعادتها لأهلها وللمنزل. وفي الساعات القليلة سوف نكشف تفاصيل اختطاف فتاة نجران المفقودة، وليس هو الجن بالتأكيد. رجاجين مسكرون عليهم داخل.